السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi girls and boys, how are you? I love you very much. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض lesson 5 في unit 1, الدرس الخامس في الوحدة الأولى للصف الثالث الابتدائي. وهنبدأ على طول بـ vocabulary. vocabulary هي مجموعة الكلمات اللي بتقابلنا في كل درس. أول كلمة عندي مليمتر 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 مليمتر. المليمتر المسافة بين الشرطتين الصغار, المسافة بين الشرطتين الصغار بنقول عليهم ايه؟ مليمتر مليمتر. ام اي ال ال اي ام اي تي اي ار, بنقسم الكلمة ام اي ال ال اي ام اي تي اي ار. مليمتر 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 مليمتر. بعد كده سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر. هنا السنتيمتر المسافة بين الشرطتين الكبار, المليمتر المسافة بين الشرطتين الصغار, أما السنتيمتر المسافة بين الشرطتين الكبار. يعني من زيرو لواحد كده بنقول إيه؟ بنقول كده واحد سنتي, وبعد كده اتنين سنتي, تلاتة سنتي. يبقى المسافة بين الشرطتين الكبار بنقول عليهم سنتيمتر, لكن المسافة بين الشرطتين الصغار بنقول عليهم مليمتر. سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر. تاني يا حبايبي, مليمتر مليمتر مليمتر. سنتيمتر سنتيمتر سي اي ان تي اي. طبعا كلمة متر مشتركة في الكلمتين ام اي تي اي ار, موجودة هنا في مليمتر وهنا في سنتيمتر, فكده بتسهل عليا حفظ جزء من الايه من الكلمة, كرر معايا في الكلمتين بيبقى سهل عليا في الحفظ. سنتيمتر 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 سي اي ان تي اي ام اي تي اي ار. بعد كده يد هاند اتش اي ان دي, يد هاند اتش اي ان دي, يد هاند اتش اي ان دي. بعد كده اسم اليد فينجر فينجر اف اي ان جي اي ار اف اي ان جي اي ار. اصبع اليد فينجر اف اي ان جي اي ار اف اي ان جي اي ار. اي صابع من اصابع اليد بنقول عليهم فينجر ما عدا اصبع الابهام. اصبع الابهام اللي هو ده بنقول عليه ثامب ثامب. هنا نطق البي نطق خفيف بقول ثامب صمب صمب. اصبع الابهام صمب تي اتش يو ام بي تي اتش يو ام بي. اصبع الابهام صمب تي اتش يو ام بي. هنا طبعا التي اتش في الصوتيات بننطقهم سه, بقول صمب والبي نطقها خفيف صمب صمب تي اتش يو ام بي. يبقى اي صابع من اصابع اليد بنقول عليه فينجر ما عدا اصبع الابهام بنقول عليه صم صم. بعد كده يقيس ميجر ميجر يقيس ميجر ام اي اي اس يو ار اي ام اي اي اس يو ار اي. يقيس ميجر ميجر ام اي اي اس يو ار اي. تاني حبايبي ريبيت افتر مي, رددوا ورايا. مليمتر 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 ام اي ال ال اي ام اي تي اي ار. وقلت المليمتر المسافة بين الشرطتين الصغار مليمتر مليمتر. طيب سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر. السنتيمتر المسافة بين الشرطتين الكبار. خلاص يا حبايبي سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر. بعد كده يد هاند يد هاند يد هاند. دي طبعا اليد كلها بنقول على هاند. اصبع اليد فينجر 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 فينجر. اصبع الابهام صمب صمب صمب. يقيس ميجر ميجر يقيس ميجر ميجر. بعد كده هندخل على اللانجويج فانكشنز, يعني الوظائف اللغوية. طبعا هنا
بيوضح لي يعني ايه سنتيمتر يعني ايه مليمتر. بيقول لي ان المسافة بين الشرطتين الصغار مليمتر، يعني كده 1 ملي 2 ملي 3 ملي، بين كل شرطتين بنحسب 1 ملي، والمسافة بين الشرطتين الكبار بنقول عليهم سنتيمتر. طيب هنا طبعا 10 مليمتر بيساوي 1 سنتيمتر، يعني 10 بيساوي 1 سنتيمتر. خلاص كده يبقى 10 مليمتر بيساوي 1 سنتيمتر. لازم طبعا نعرف ان 10 مليمتر بيساوي 1 سنتيمتر، يعني دول كده كلهم بيساوي المسافة دي. خلاص كده كلهم كده يساوي المسافة اللي بين الشرطتين الكبار، 10 مليمتر يساوي 1 سنتيمتر. خلاص 10 مليمتر، تاني 10 هنقولها بالانجليش، 10 مليمتر equal يساوي 1 سنتيمتر. تاني 10 مليمتر، meters جمع، equal 1 سنتيمتر. بعد كده بقول للتحويل من سنتيمتر الى مليمتر بنضرب في 10. يعني احنا اتفقنا ان 10 مليمتر بيساوي 1 سنتيمتر، يعني لو عايز اقول 3 سنتيمتر يساوي كام ملي؟ هنا هنضرب 3 في 10 يبقى ايه؟ 30 مليمتر. 30 مليمتر. تاني 3 يعني 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر equal يساوي 30 مليمتر، يعني 30 مليمتر. خلاص كده. طيب لو عايزة بقى احول من مليمتر لسنتيمتر اكيد هنعمل ايه؟ هنقسم على 10، يعني 50 مليمتر، 50 مليمتر equal 5 سنتيمتر. يعني لو هنحسب من السنتي للملي هنضرب في 10، لو العكس هنقسم على 10. تاني لو هنحسب من السنتيمتر للمليمتر هنضرب في 10، لو هنعكس نحسب المليمتر بيساوي كام سنتيمتر هنقسم على 10. خلاص يا حبايبي. بعد كده الاختصار، بختصر سنتيمتر في سي ام، يعني لو عايزة اكتب قياس حاجة انا بقيسها وبعد بالسنتيمتر هكتب، بعد ما اكتب الرقم اللي انا قسته هكتب في الاخر ايه؟ سنتيمتر. ده طبعا لو انا بقيس بالسنتي، لو انا قست بالسنتي هقول ايه؟ الرقم وبعد كده سي ام. لازم ابقى عارفة ان سي ام اختصار لايه؟ لسنتيمتر. طيب لو انا بقيس بالملي وعايزة مثلا بعد ما اكتب الرقم اكتب بوحدة القياس اللي انا بقيس بيها هقول ايه في الاخر؟ ام ام. هكتب الرقم وبعد كده ام ام. لازم ابقى عارفة ان الام ام اختصار لمليمتر. احنا بنختصر ازاي يا حبايبي؟ بناخد السي من سنتي والام من متر. بناخد طبعا السي من سنتي والام من متر. طب في المليمتر او المليمتر بناخد الام من ملي والام من ايه؟ من متر. يعني اول حرف في كل كلمة، اول حرف في سنتي واول حرف في متر يبقى سي ام، اول حرف في ملي واول حرف في متر يبقى ام ام. طبعا كده ايه؟ اختصارات. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس الخامس، وانتظروني ان شاء الله في حل اسئله الدرس الخامس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار باي درس جديد انا بنزله. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.